التفاصيل التفاصيل عندنا هنا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. احنا هنعمل النهاردة مربة اليوسفي، واليوسفي على الشاشة بيقول لك يعني الحلاوة والطعم. اليوسفي عند البلدي أحلى مربة نعملها مع بعض النهاردة. هنشوف المقادير على الشاشة، معانا يوستفندي ومعانا سكر وعصير ليمون وقليل من الجيلاتين. الجيلاتين اللي احنا عارفينه اللي هو المادة اللي بتدي قوام لأي مربى أو لأي فواكه بتكون موجودة عندك عاملة تورتية حلوة، بتحطي مادة جيلاتينية على الفواكه عشان نحتفظ باللمعة بتاعتها. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ولكن عندك فيتامين سي في التلاجة 24 ساعة طول السنة. تعالوا نشوفوا المقادير مع بعض على الشاشة كتبتيها، نبدأ نشتغل. ببساطة خالص بيكون عندنا الاستفندي بتجيبيه تغسليه زي اللي موجود معانا ده كده. اللهم صل على النبي. وده الموسم بتاعه، يعني من الحاجات اللي ممكن تخزنيها المربى، مربى برتقال، مربى يوستفندي، الحاجات الجميلة الحلوة دي. تتعمل ازاي؟ هو ده الكلام. وازاي احافظ على الحموضة اللي فيها واليوستفندي الجميل الحلو البلدي ده ما فيهوش مرارة؟ هناخد القشرة بالشكل ده كده، وانا لما بروح اشتري مربى بدور على برطمان المربى اللي فيه قطع فواكه من جوه، بكون حريص على الموضوع ده. مربى برتقال، مربى التين، القطع اللي بتبقى فيه فواكه جوه البرطمان الزجاجي ده كده بتجذب الانظار وبتخلينا نشتريها. القشر بتاعنا ده جميل، بنغسله مغسول اساسي طبعا الاستفندي، ويتغسل طبعا قبل ما يتقشر. بناخده كده بالشكل ده كده وبنمسكه بالسكينه نقطعه بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين، ده اليوستفندي بعد ما قطعته. فانا طبعا لازم اعمل لحضراتكم كده ايه حاجه علشان نشوف ازاي احنا مع بعض. طبعا بنعصر اليوستفندي ده كده، بناخد الميه بتاعته، هناخد الورق القشره بتاعته دي كده بتترميش. انا كنت فاكر وانا صغير كنت اكل قشره الاستفندي دي، طعمها زي العسل. هنمسكها كده ونقطعها بالسكينه بالشكل ده كده. الله، شفت القطيعه دي؟ لا ما ينضربش في الخلاط يا غالي، لو انضرب في الخلاط مش هيبقى لطيف. انا عايز احافظ على شخصيه اليوستفندي في قلب برطمان المربى. واحنا عاملينها معانا على الشاشه اهيت جاهزه، لان هي عايزه وقت كبير على النار تتدمس. ده قشر الاستفندي بالشكل ده كده. حلو قوي، شايفين القطعيه دي بالسكينه كده ناعمه. الله. شفت كمان نقطع شويه كمان، ده احنا عاملينها جاهزه مع بعضينا اهي، تبص عليها اهي. ناخد كمان كده بالشكل ده كده. وده مهم جدا على فكره، انت عندك الاستفندي دلوقتي الموسم بتاعه، تشتري 5 6 كيلو وتعملي البرتقال ده كده بالشكل ده كده اهو. التقطيع اللي انا دي مش عايزها، باخد ده كده. موضوع سهل، مبتدئه في المطبخ عايزه تعملي حاجه حلوه، عايزه تاخدي هديه لحماتك وانت رايحه تزوريها، هديه لماميتو تعملي الحاجه دي تاخديها معاكي. هديه لصاحبتك، على فكره دي احلى هديه، لان هي لازم تعرف التفاصيل. اولها انك انت اتفرجت على القناه الاولى وشفت الشيف المغازي، شفت برنامج اكله امي، وشفت مربى اليوسفي بتتعمل ازاي بطريقه سهله وبسيطه. وكده هتقولي لها ايه؟ ده من ايديا وحياه عينيا. هناخده كده بالشكل ده كده بعد ما قطعناه، بنرش عليه شويه سكر اللي هو قدامنا ده كده. واحده واحده مع بعض اللي هو ده كده. لما بنرش عليه السكر بينزل السوائل بتاعته، زي ما بنرش كده ملح على البتنجان ينزل الميه بتاعته، احنا رشينا على ده سكر اتغير لونه بالشكل ده كده. شايفين ده كده وده اهو، ده لونه فاتح شويه وده لونه غامق شويه. الاخراج الجميل اساتذه المصورين حبايبي اللي انا بحبهم، الصوره الحلوه اهي، دي قبل وده بعد. ده اليوستفندي اللي انا حاطط عليه سكر من تقريبا من ساعه زمن، وده اليوستفندي اللي انا قطعته وجاهز معايا، الاثنين مع بعض اهو. هنبدا نشتغل ونعمل المربى مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. بنحط حل على النار. نعم، الجيلاتين هو ده الكلام بقى، فايدته ايه هنا في الموضوع؟ وايه موقعه في الاعراب الجيلاتين؟ الجيلاتين هنا دوره ان انا لما اجي اشتري برطمان مربى واضرب فيه المعلقه، لو المربى صيصة بتبقى شخصيتها ضعيفه، فلازم المربى تبقى شخصيتها قويه. بايه؟ ان انا اضرب المعلقه فيها كده تعلم في البرطمان، تبقى مربى سليمه وبايده قطع الفواكه.
دي انواع المربى اللي هي بالشكل وبالطعم بيبان ان هي مربى حلوه، زي مربى البرتقال نضرب فيها المعلقه في البرتقال يبان مكان ما شلت بالمعلقه، زي الحلاوه الطحينيه كده لما تقطعها من العلبه بيبان مكان ما قطعتي، نفس القصه. ايه اللي هيساعد وايه اللي يديك الشكل ده؟ بتشتري جيلاتين اللي هو الباودر او منه الالواح، ده موجود في المحلات بتاعه الادوات الغذائيه، او تجيبي جيلاتين يوسفي، جيلي يوسفي او جيلي برتقال، يا ده يا ده اللي موجود هيحل نفس الايه الغرض ده، موجود معايا اهو. هنستخدمه ازاي مع بعض حالا دلوقتي. رقم واحد، بنحط شويه سكر هنا، بناخد قشر اليوسفي اللي معانا ده كده بنسقطه هنا، الله، ونسيبهم مع بعض كده السكر يتكرمل شويه بالشكل ده كده، حلو قوي. وتبقى انت ايه عملت مربى اليوسفي في البيت. الله، هتطبخ قشر السفان دي يا شيف؟ اعملي زي انا ما بعمل وقولي لي رايك بعدي، يعني تحكمي على الموضوع بعد ما تعمليه، خلي بالك. بنسيبه على النار كده، معانا اليوسفي ده كده، بناخد الميه بتاعته اللي احنا خدنا القشره بتاعته، يعني لحم اليوسفي ده مش بتاخده يا شيف؟ لا، انا باخد القشره بس. او ممكن طريقه تانيه برضو، انك تضربي ده كله في الخلاط بعد ما تشيل البذر وتحطيه على النار مع قشر اليوسفندي، دي طريقه برضو لطيفه وجميله وطريقه اقتصاديه. ايه تاني يا شيف؟ بناخد اليوسفندي ده بعد ما نقشره بنضربه في الخلاط وناخد اللحم بتاعه، ده الطبيعي. انا بعمل كده. انا مش عايز اللحم بتاع اليوسفندي ده كده، عايزه تاخدي البرتقال اليوسفندي ده وتضربيه في الخلاط بعد ما تشيلي البذر، دي برده كويسه بس هتبقى قوامها تخين شويه. ناخد الميه كده وانا واقف اهو. واليوسفندي سعره في متناول الجميع، يعني مش حاجه غاليه ولا حاجه، ده بره تلاقيه غالي بالدولار ده، خلي بالك. مش موجود. نفس القصه طبعا، المصفى بتمنع لي البذر، وعند السكر على النار بيبدا يمتص السوائل بتاعه قشره الاستفندي. نفس القصه برضه، حلو قوي. ممكن في طريقه تانية برضو عشان الناس حبايبنا اللي بيتابعونا دلوقتي، بنعصر الاستفندي ده كانك بتعصره برتقال، بس ده بيهري القشره، وبعدين بعد ما تتخلصي من موضوع العصير ده بالعصاره بتاعه البرتقال او اليوسفي او الليمون اللي عندك، بتاخدي قشره الاستفندي تقطعيها، بس كده بتبقى القشره شخصيتها ايه اتبهدلت. انا عايز بعتمد على الفليفر والزيوت الموجوده في القشره بتاعه الاستفندي. زي الفل، تمام. بخليها زي ما هي كده، باخد شويه ميه سخنين من البراد بتاع الشاي، واخد الفليفر بتاع اليوسفي، الله. ده تمام كده، بخليها على النار بقى تتدمس. تمام يا عم الشيف، واسيبه على النار كده انساه شويه لمده قد ايه تقريبا؟ حسب كميه اليوسفي او المربى اللي في الحله، يعني دي عزلها على النار كده ساعه زمن. نقلبها مع بعض، الله الله. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه مخرجنا الجميل. السكر. ايه الحلاوه؟ زلزال. شفت الحلاوه دي؟ ووطي النار عليها خالص، خلي ده عايزه نار هاديه جدا عشان المربى تطلع عندك تبقى معانا بالشكل اللي انا هجيبه لحضراتكم ده حالا. نجيب ده كده ونبص عليه. يلا يا غالي، استاذن فريق العمل، نطلع بمقادير مربى اليوسفي بالصوره الحلوه اللي على الشاشه قبل وبعد. وانا مع حضراتكم واحده واحده عشان نخش على اللي بعده. ده اليوسفي بتاعنا، دي خطوه اولى، خطوه ثانيه في الحله، الخطوه الثالثه لحظه التقديم او الطبق اللي انا قدمت فيه المربى بالشكل البرونز اللي حضراتكم شايفينه المتكرمل مع السكر مع اليوسفي. نبص على الحلاوه دي كده، اللهم صل على النبي. هناخد الجيلاتين بتاعنا بنحطه هنا كده على المربى،
بالشكل ده كده، دول كفايه قوي عشان ما تبقاش تخينه قوي وما تبقاش غليظه وما تبقاش قوامها تخين. اهو عصره ليمون يا عم الشيف عشان عمليه التعادل في الحموضه. الليمون بيساعد على ماده الحفظ. اهو عصير ليمون تمام، ونسيبها على النار. احلى مربى يوسفي بطريقه سهله وبسيطه خالص. عملت مربى يوسفي عندك شويه قشطه الصبح، فطير مشلتت بتاعنا بتاع الريف المصري والصعيد المصري، احلى افطار لجوزك ولاولادك. ولو حماتك بتزورك هتقولك تسلم ايدك يا ابرات ابني. طبعا لما تغرفي المربى نصيحه مني، معلقه ما يكونش ريحتها توم ولا بصل، وتبعديها عن الثلاجه ليكون في حاجات فيها بصل وتوم في الثلاجه. شايفه اللون الزلالي الجميل الحلو ده كده؟ ايه ده؟ ايه التفاصيل دي؟ ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ او زلزال على الشاشه. ده من خير ارضنا. شفت الاستفان دي في قلب المربى ازاي؟ الله. سيبها تبرد بقى. يكون عندك برطمان عسل، خلص العسل والبرطمان عندنا. عندك برطمانات مربى، خلصت المربى والبرطمانات عندنا. الحاجات دي كلها خلي بالك. تشتري من المحلات بتاعه الادوات المنزليه برطمان للحفظ الحاجات ديت. خليها هنا عينيا. ونخلي اللي اتعملت هنا جنبيها. خلص الكلام.